أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية أشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقر البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم العالم تتوجه الانظار غدا الى جموع المصريين المقيمين بالخارج حيث موعد التصويت في الانتخابات الرئاسيه، وتبدا في العاشره من مساء اليوم عمليه التصويت في دوله نيوزيلندا لتكون اول دوله تبدا عمليه التصويت بها للمصريين بالخارج، وتجرى العمليه الانتخابيه خارج مصر في 137 سفاره وقنصليه في 121 دوله حول العالم، والتي صدر قرار مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات برقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. عملية التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج تستمر على مدار ثلاثة أيام هي الجمعة والسبت والأحد. هذا وقد أنهت السفارة والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفى له لهم الدستور، وقامت غالبيه السفارات والقنصليات بنشر صوره من قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات بدعوه الناخبين لانتخاب رئيس الجمهوريه عبر الحسابات الخاصه بالسفارات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الالكترونيه، مما يسهل على ابناء الجاليات الاطلاع على كافه الاجراءات والتيسيرات المتاحه خلال عمليه التصويت. كما أعلنت معظم السفارات عن مقر اللجان الانتخابية الفرعية التي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات وأهابت بأبناء الجاليات المصرية الإدلاء بواجبهم الوطني للمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخابات. حتى يتسنى للجنه الانتخابات الفرعيه التاكد من تمام تسجيل الناخب بقاعده البيانات ومن ثم احقيته في الانتخاب